اليوم يمكن نقول أن هذه المقاربات اللي كانت عندنا للولوج للسكن اللائق خصها يمكن نفس جديد وتصور جديد، وذلك تنفيذا للتعليمات ديال سيدنا الله يسوع. خدات الحكومة على عاتقها تطوير هذه المقاربات باش حاولوا ندوزوا لواحد المستوى آخر لتسريع القضاء على مظاهر العشاشة. مقاربتنا في هذه التصورات الجديدة هي نكرسوا العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعدالة المجالية بالنسبة للسكن لجميع المغاربة. الحكومة عندها رؤية مبتكرة لتسريع القضاء على مدن الصفيح. قبل ما ندخل في التفاصيل لازم نتكلم على المنشور الأخير اللي كيهدف لتسريع وتيرة محاربة السكن غير اللائق والقضائي على دور الصفيح بشكل نهائي لفائدة 120 ألف مستهدف. وبعد التشاور مع الأطراف المعنية تم الاتفاق على المقاربة اللي غيتم الاعتماد ديالها في التعامل مع الأحياء الصفيحية المتبقية واللي كتجلى في إعادة إسكان هذه الأسر في المساكن من نوع F3، أي جوج ديال الغرف صالون مطبخ وحمام. وفي هذا المشروع حددنا كذلك التركيبة المالية ودعم الدولة لهذا البرنامج حسب أنواع السكن. اولا بالنسبه للوحدات اللي كانت في السيستم القديم ديال 250 الف درهم دون احتساب الرسوم واللي كتدخل في اطار اتفاقيه السكن الاجتماعي التي تم توقيعها قبل 2020، هنا كتكون دعم الميزانيه ديال الدوله 110 الف درهم للوحده كحد اقصى. مساهمه وزاره اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسه المدينه ب 40 الف درهم، والمساهمه ديال المستفيد 100 الف درهم. ثانيا بالنسبه للوحدات اللي القيمه ديالهم 300 الف درهم، يعني اللي جاوا من بعد البرومي جانفي 23 اللي هما القيمة ديالهم 300 ألف درهم، غادي يكون بالنسبة لهاد الناس الدعم المباشر لاقتناء هادو لوغوكازمون ديال البيدونفيل، غادي تعطاهم الدعم المباشر ديال 100 ألف درهم للوحدة اللي هو كاين للجميع، وكاين دعم ميزانية ديال الدولة زائد هاد 100 ألف درهم ديال 60 ألف درهم للوحدة كحد أقصى، ومساهمة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة ب 40 ألف درهم للوحدة، ومساهمة المستفيد ديال 100 ألف درهم للوحدة كحد أقصى. وحتى هاد 10 مليون اللي غادي يجيب المستفيد راه يمكن ليه ياخذها عن طريق قرض بنكي بضمانة الدولة فيما يخص يعني المحاربة ديال الصفيح. وطموحنا إن شاء الله أنه من هنا لسنة 2028 نكونوا قضينا على ظاهرة الصفيح وتكون جميع المدن المغربية مدن بدون صفيح. Thank you.